السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية بإذن الله. حركة سريعة جدا في الإكسل، في برنت الإكسل، إنك إزاي تعرف تبرنت أو تعمل طباعة لملف إكسل. عندنا ملف إكسل بالكبر ده دلوقتي يا جماعة، لو أنت جيت تعمله برنتر أو تبرنت قصدي، هتيجي هنا فايل وتدوس على كلمة برنت، هتلاقي الملف هنا بس ناقص شوية عواميد. يعني بص، هتلاقي لحد انجن سايز، لو أنت جيت ترجع لورا كده هتلاقي الانجن سايز دي، الانجن سايز دي اهي، يعني حتى علامه الـ البرنتر اهي. وكمان انت لما تيجي تبرنت الموضوع ده هيقول لك 236 ورقه، انت عايز تجمع اقل عدد من الاوراق وكمان تحط كلهم في صوره واحده. يعني كل الملف بتاع الاكسل يبقى كله في ورقه واحده في البرينتر. كل عليك انك هتيجي هنا في نو سكيلينج دي، هتروح جاي هنا وتقول fit all columns in one page، all columns اي كل العواميد جمعت جنب بعض اهي. وتروح كمان بقى عشان في فراغات هنا فاضيه، هتروح جاي على نورمال مارجن، وتروح جاي دايس كاستم مارجن، وتروح عامل كل ده زيرو، كل ده زيرو اهو، زيرو زيرو اهو اهو، نخليه كله زيرو ونقلل ده كله نخليه زيرو، كلهم زيرو. هقول لك ليه دلوقتي. دي كده انت بتقلل الفراغات اللي موجوده في الاكسل هنا، وتروح دايس اوكي، الفراغات كلها اتلمت، بقت 74 من 234 او 236 ل 74 ورقه. هي دي حركه كده، تركايه كده بسيطه جدا في الاكسل وفي طباعه ملفات الاكسل، صدقني هتوفر معاك كتير، وصدقني هتفرق معاك كتير قوي. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة. معاكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.